يعطيكم العافية. لابعوا هلا إن شاء الله رح نبلش بأول محاضرة من محاضرات الـ Respiratory System أو الـ RS. أوكي؟ طيب رح نبلش نفس نظام الـ CVS، حنبلش بالـ Chief Complaints أو الـ Symptoms الرئيسية، بعدين ننط على الـ Examination، بعدين حنعطيكم فيديو الـ OSCE حتى ندرب على الـ Examination مع بعض، تمام؟ أوكي. هلا زي ما كان أهم سيمتم بالـ CVS هي عبارة عن Chest Pain، وكان أهم شيء بالنسبة لي إنكم تطلعوا متمكنين من Chest Pain، تمام؟ هون بيهمني the breathlessness أو shortness of breath. فرح أركز بهذا السيستم على shortness of breath أو breathlessness، دام هي the most commonly reported respiratory symptom. تمام؟ تقريبا هي the most common أصلا respiratory symptom. طيب هلا في هون قبل ما أبلش أنا بالشرح، في هون جملة كاتبها مع كلاود بصفحات الـ RS تحكي remember that patients rarely report exactly what textbooks describe. يعني انت ممكن تقرا الكتاب من اوله لاخره، يجي عليك patient، تمام، ما في ولا شيء من الكتاب، تمام، يعني مش دائما البيشنت بيجي بالتيبيكال بيكتشر، حتى ريرلي ما نشوف احنا patient جاي بالتيبيكال بيكتشر زي ما احنا هلا عم ندرس وعم نتعلم، ولازم تشوف مئات البيشنتس قبل ما انت تصير بوزيشن قادر على انك تشخص وتريت. اوكي، كتير مهمة هاي النقطة، لأنه ممكن أنتوا بالمستقبل إن شاء الله أول ما تصيروا تلفوا بالمستشفيات تشوفوا شغلة عكس المكتوب بماكلاود أو عكس اللي بشرح لكم إياه، تمام؟ هذا لا يعني إنه المكتوب بالكتاب غلط أو اللي بشرح لكم إياه غلط، هذا يعني إنه في variation، تمام؟ أوكي. طيب هلا بالنسبة لل shortness of breath أو the breathlessness، زي ما حكينا هي the most commonly reported RS symptoms، ولكن ال RS issues خلينا نحكي هي مش the only causes that shortness of breath. Shortness of breath أصلاً ذكرت قبل هيك بـ CVS. فممكن تكون ناتجة من cardiac dysfunction، ممكن تكون ناتجة من psychological issues، وأهم psychological issue تعمل shortness of breath هي عبارة عن anxiety، القلق، تمام؟ أو more specifically اللي هي عبارة عن نوبات الهلع أو panic attacks. نوبات الهلع أو panic attacks بصير patient مش قادر حتى ياخد نفس، وكأنه صار في block للـ airways، تمام؟ لمجال النفس بصير وكأنه في هناك تسكير، بتكون بكل بساطة سببها أنيميا، تمام؟ أحكي لكم سيناريو احفظوه من هلأ، لأنه في بعض الأطباء بيجي عليهم حدا عنده shortness of breath بيبحثوا عن كل أسباب shortness of breath ما عدا الأنيميا، بتطلع آخر شيء أنيميا، تمام؟ طيب تيجي عليكم على العيادة، بالعادة على العيادة بتيجي لأنه الموضوع بيكون chronic شوي، تيجي على العيادة female، تمام؟ بتكون teenager أو بتكون ببداية العشرينات، تمام؟ أوكي. هاي الفيميل بالعادة بتكون النيوتريشن تبعيتها أو أكلها نوعيته سيئة، ما بتاكل healthy food، تمام؟ أو ما بتركز مبدئيا على الأشياء اللي بتقوي الدم. ليش حكيت فيميل؟ لأنه الفيميلز بالعادة عندهم الدورة الشهرية أو البيريود أو المنسترال سايكل، تمام؟ في عندهم frequent loss of blood، فبالتالي سهل كتير يصير عند الفيميل أنيميا عن الميل، تمام؟ طيب وليش حكيت young؟ لأنه بالعادة young هدول teenagers وما إلى ذلك ما بيهتموا بالنيوتريشن تبعهم كتير منيح. طيب هاي الفيميل بالعادة بتيجي الشكوى تبعيتها palpitation، لأنه بيكون في عندها tachycardia وبيكون في عندها dyspnea، فهي بتشكي من خفقان وبتشكي من shortness of breath أو بتشكي من اللي هي ضيقة النفس. هاي أول شغلة بدك تحطها ببالك هي iron deficiency anemia. iron، ناخذ القلم، iron deficiency anemia، IDA iron deficiency anemia، هي on the top of the list بالنسبة لـ differential diagnosis. بعد ما تستثني الـ iron deficiency anemia بتبلش تفكر بباقي الأسباب تبعيت shortness of breath، تمام؟ تمام. هاي بس عشان ما تنسوا إنه الأنيميا ممكن يكون سببها shortness shortness of breath ممكن يكون سببها الأنيميا. طيب هلا نيجي على الأسئلة اللي رح نسألها إحنا بالـ history of presenting illness بعد ما لقينا chief complaint اللي هي عبارة عن shortness of breath، وبعد ما سألنا الـ duration، تمام؟ so chief complaint and the duration، بعد هيك نسأل بالhistory of presenting illness. أوكي؟ طيب الأسئلة إحنا حكيناها بمحاضرة الhistory الأولى. نبلش أول شيء بالonset، منشوف هل الonset كانت instantaneous onset، يعني very sudden. أوكي؟ very sudden. في حال كان very sudden shortness of breath، في عندنا limited differential diagnoses لازم نفكر فيهم. limited، الحمد لله إنهم limited، يعني إحنا بنفكر بواحد اثنين أو ثلاث. أوكي؟ واحدة هي عبارة عن pneumothorax، هلا بنحكي ايش هي pneumothorax. الثانية هي عبارة عن pulmonary embolus أو pulmonary embolism PE، اللي هلا احنا المفروض هلا بنعرفها ايش هي PE. والثالثة هي عبارة عن acute allergy، تمام؟ واحد مثلا أكل أكلة هو حساس لإلها، يعني مثلا في واحد
مليا شفته عنده حساسية البندق، تمام؟ فأكل بندق بالغلط، أو كأنه أكل نوتيلا وما بعرف إنه النوتيلا فيه بندق، تمام؟ فأكل نوتيلا وإجى على المستشفى وجهه أحمر أحمر، مش عارف يتنفس، يعني فايت بي allergy allergic reaction severe allergic reaction بتعمل sudden shortness of breath. مجرد ما مباشرة الجسم يتعرض للallergen اللي هي المادة اللي حساس لإلها، مباشرة بتبلش عنده الأعراض اللي هي منها shortness of breath. والshortness of breath عندهم بصير لأنه بصير في عندهم laryngeal edema أو airways edema، تمام؟ edema بالairways اللي هي انتفاخ بالairways من جوا، فبالتالي بتضيق الairways وبصير في عندهم shortness of breath. طيب هلا النيوموثراكس، بكل بساطة النيوموثراكس هي هاي هي. هلا احنا في عندنا lungs، هاي lungs، وفي عندنا lungs حواليها two، خلينا نحكي membranes، اوكي، اللي هي plural membranes. في عندنا الممبرين اللي بتكون ملاصقة لللونج مباشرة، والممبرين اللي بتكون بعيدة شوي عن اللونج وملاصقة للديافرام وللتشست وول، تمام؟ وفي بيناتهم اللي هي plural space. البلورال سبيس زي ما تعودنا وزي ما تعلمنا قبل بيكون فيها كمية بسيطة من الفلويد. إذا زاد هذا الفلويد عن الليمت المحدد بصير في اسمه إشي اسمه بلورال إفيوجن، تمام؟ حكينا عن البلورال إفيوجن، تمام؟ رح نحكي عنها هلأ أكثر إن شاء الله. ولكن إذا صار في عندنا هواء إير داخل هاي السبيس بنسميها نيوموثوراكس، تمام؟ نيومو معناها إير، and thorax من thoracic cavity، تمام؟ pneumothorax يعني air داخل pleural cavity. فالطبقة الملامسة لللونج هي عبارة عن visceral pleura، تمام؟ والطبقة الملامسة للchest wall هي عبارة عن parietal pleura، تمام؟ space between them pleural cavity. هلا تجمع الهواء between هدول the two layers اللي هي بالpleural cavity بيكون له مجموعة أسباب. واحدة من الأسباب زي ما إحنا شايفين هون إنه تم اختراق ال visceral pleura من خلال انه واحدة من ال airways الموجودة بال lungs peripheral airways انفجرت وفتحت على ال pleural cavity، فصار اي air عم بفوت على هذا ال airway صار يدخل مباشرة لوين؟ لل pleural cavity، نسميها pneumothorax. واحدة تانية من الاسباب انه مثلا الواحد بنطعن بهاي المنطقة فبصير في فتحة ما بين ال atmosphere اللي هي الجو وال pleural cavity، فبصير في عنا suction لانه دائما ال pressure هون بيكون normally بالسالب، تمام؟ بالسالب يعني تحت البريشر تبع الاتموسفير او تبع الجو، فبصير في عنا سكشن للاير لداخل البلورال كافيتي. ما علينا بالاسباب، ما بهمكم الاسباب حاليا، انتم بهمكم تعرفوا ايش هو المصطلح. هلا شفتوا المره الماضيه لما حكيت لكم انه لازم نعمل انسبكشن لللاترال تشست، تمام؟ ندفع الارم تبع المريض ونعمل انسبكشن لانه ممكن هناك نشوف سمول سكار بتكون ناتجة من انه الواحد مفوت chest tube. chest tube واحدة من استخداماته هي عبارة عن massive pneumothorax او pneumothorax بتكون مأثرة على المريض، تمام؟ فاحنا بنفوت هذا chest tube حتى نتخلص من الهواء اللي داخل اللونجز، اوكي؟ طيب فالchest tube هذا لما نشيله رح يتركونه مكانه مكان فراغ، او خلينا نحكي جرح. هذا الجرح احنا بنخيطه فبيعمل scar، تمام؟ اوكي، بيكون very small scar، فاحنا لازم نكون يعني منتبهين كتير منيح على lateral chest ما ننساها. طيب احنا عصرت الاكس راي بس عشان تتثبت عندكم المعلومة. رح نشوف انه هاي اللونج لونها كتير اسود. actually هذا مو لونج، هذا عبارة عن اير، تمام؟ اللونج كلها collapsed متجمعة هون، تمام؟ مضغوطة كل اللونج، يعني الهواء اللي رح يصير يفوت لهون رح يضغط اللونج الموجودة على جهة نيوموثوراكس، اوكي؟ رح يصير يضغط عليها بحيث انها تصير اصغر مثل هاي الصورة. فهاي هي اللونج اللي موجودة على جهة الرايت وهاي الليفت. الموجودة على جهة الرايت هاي هي اللونج بتكون هيك مكبوس على بعض بنسميها collapsed lung، والباقي اللي هو كله عبارة عن air عم بفوت من بريو، تمام؟ اوكي. هلا بالنسبة لو كان ال shortness of breath very acute in onset، طيب لو كان ال onset over hours يعني خلال ساعات تطول ال shortness of breath خلال ساعات، رح نشيك برضه ب 3 differential diagnoses. إما أزمة اللي هي الأزمة اللي بتكون بالعادة عند المرضى اللي هي لما يصير في عندهم episodic shortness of breath. episodic يعني on off. هلا كتير مهمة هاي المعلومة لأنه يعني حنميز على الأزمة عن مرض تاني. الأزمة اللي بيميزها إنه بصير shortness of breath بنتهي بعدين المريض بيكون attack free أو symptomatic free symptoms free، ما بيكون فيه ولا إشي، بعدين بتيجي الأتاك التانية فهي بتكون على شكل attacks، وbetween attacks بيكون normal البيشنت ما عنده أي مشكلة. الأتاكس بالعادة triggered by certain things مثلا الدخان، روائح العطر، البرد، الإكسرسايز،
في تريجرز معينه للاتاكس تبعيه الازمه، تمام؟ المهم انها مش كونتينوس على طول الوقت، يعني البيشنت مش حاس بشورتنس اوف بريث على طول الوقت، تمام؟ بتكون اون اوف. هلا حتى انتم تستوعبوا شوي الموضوع اللي رح يعني كل ما نمشي هلا لقدام رح يصير شوي تخربطه، هاي الخربطه رح نتجاوزها بشغله رح احكي لكم اياها هلا، تمام؟ هلا اللونج ديزيزز، تمام؟ اللونج ديزيزز بنقسمها احنا بالعاده لقسمين، بهمني هاي التقسيمات، تمام؟ لانه هيك انتم بتعملوا كاتيجورايزيشن للمعلومات بمخكم، بتنظموا المعلومات بمخكم، تمام؟ ما بتخلوها هيك عايمه وعشوائيه. هلا اللونج ديزيزز اما obstructive، يعني في عندنا certain obstruction او تضيق او تسكيل بالايرويز، او restrictive. والريستريكتيف بالعاده بتكون لها علاقه باللونج بارينكيما، يعني بالتيشو تبع اللونج، بيكون في مشكله بالتيشو تبع اللونج، اوكي؟ طيب ما بدي افوت بتفاصيل، ولكن مثال على الاوبستركتيف هي عباره عن الازمه، وشغله ثانيه بنسميها سي او بي دي، او بنسميها كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز. بلمونري معناها ار اس سيمتوم سيستم او اللونجز مور سبيسيفيكلي، تمام؟ فهي كرونيك من اسمها كرونيك، obstructive فيها obstruction pulmonary lungs disease، تمام؟ اوكي، والثاني اللي هي عباره عن الازمه، هدول هم اهم شغلتين بالobstructive lung diseases. التنتين كثير متشابهات، الفرق الجوهري ما بين الازمه والسي او بي دي انه الازمه زي ما حكينا on off attacks، between attacks بيكون المريض free، ومثل ما حكينا انه الاتاكس is triggered by certain triggers او اشياء معينه. اما بالنسبه للسي او بي دي فهدول البيشنتس، هدول البيشنتس بالعادة بيكونوا chronic smokers، بيكونوا دخنوا أو بدخنوا فترات طويلة، يعني لما تسألهم مثلا كم صار لك بتدخن بيحكي لك 10 سنوات 20 سنة أو ما شابه. مميزتهم الثانية إنه shortness of breath continuous موجود على طول، تمام؟ في عندنا associated symptoms لكل وحدة اللي حنحكيها لقدام، ولكن هاي الفرق الجوهري بينهم إنه هاي continuous shortness of breath، أما الأزمة فبتكون على شكل attacks، أوكي؟ طيب الريستريكتيف أشهر مثال عليها هي عبارة عن interstitial lung disease. interstitial lung disease هو عنوان كتير وسيع رح تاخدوه بالباطني، مش بالسنة الرابعة بالسنة السادسة، تمام؟ لهالدرجة الموضوع تبعه advanced. بس مثال عليها lung fibrosis، لما يصير في عندنا تليف رئوي، تمام؟ بدل ما يكون في عندنا healthy lung tissue، هاي ال healthy lung tissue is replaced by fibrosis أو fibrotic tissues، تمام؟ أوكي، هاي بس عشان يعني تلموا انتوا الاشياء هاي وتحكوا يعني طب انا لو بدي احط الانترستيشن لونج ديزيز جنب السي او بي دي مثلا كيف بدي افرق بينهم كمصطلحات او ككاتيجوريز، اوكي؟ طيب هلا زي ما حكينا لو كانت اوفر اورز فاول وحده اللي هي عباره عن الازمه، ثاني ديفرنشال دايجنوسيس هو عباره عن اكيوت بلمونري، acute pulmonary edema، pulmonary edema اللي هي تجمع السوائل بالرئة وخاصة بالالفيولاي بتكون acute، انتبهوا مش chronic. يعني هلا ال chronic pulmonary edema الناتجة عن ال chronic heart failure أو ال congestive heart failure هاي بتعمل لنا chronic shortness of breath، وبتعطينا certain types of shortness of breath اللي هي الأرثبنيا والparoxysmal nocturnal dyspnea إذا بتتذكروا، تمام؟ لكن acute pulmonary edema بصير لها development within hours، كل لها اسباب معينه ما رح افوت فيها طبعا لانه هاي طبعا above your level، بس الاكيد بالمنري ايديما بتعمل لنا shortness of breath within hours، تمام؟ ثالث شغله هي عباره عن الاكيوت انفكشن مثل الاكيوت نيمونيا، تمام؟ او مثلا الاكيوت برونكايتس. هلا في عندنا نيمونيا في عندنا برونكايتس، عشان برضو انتم يعني ما تخلطوا بينهم. نيمونيا هي عباره عن inflammation بالتيشو تبع اللونج، لونج تيشو، تمام؟ ولكن لما احكي برونكايتس فهي عبارة عن inflammation بالبرونكاي بالايرويز، تمام؟ so هاي inflammation بالايرويز، هاي inflammation باللونج تيشو. هلا الايرويز within the lung، بس هي مش اللونج تيشو، اللونج تيشو هي عبارة عن التيشو اللي ما بين الايرويز، يعني في عندنا airway and airway، في بيناتهم ايش؟ lung tissue. الانفلاميشن في اللونج تيشو هي عباره عن النيمونيا، اما الانفلاميشن بالايرويز فهي عباره عن برونكايتس، تمام؟ هلا سواء كانت اكيوت نيمونيا او اكيوت برونكايتس التنتين بيعملوا لنا shortness of breath within hours، اوكي؟ طيب هلا اخر اونست اللي هي عباره عن insidious onset، وهي الانست اللي بتاخذ days to weeks، اوكي؟ يعني بيجي عليك المريض بشورتنس اوف بريث بيحكي لك والله انا صار لي اسبوعين عندي هذا دقيقة النفس هاي، تمام؟ او صار لي مثلا 10 ايام عندي هاي الدقيقة. فبهاي الحالة بدك تفكر بفيوجن
Pleural effusion اللي حكينا قبل شوي عنها اللي هي تجمع السوائل زيادة عن اللزوم بالبلورال كافيتي. بالعادة pleural effusion بتاخد وقت، مش مثل بالمنري إديما. بالمنري إديما could be acute could be chronic. البلورال effusion بالعادة بدها وقت، بده السوائل وقت حتى يتجمع، تمام؟ لأنه البلورال سبيس بياخد، خلينا نحكي، ممكن يستوعب كمية fluids كبيرة. طيب الشيء الثاني اللي هي عبارة عن interstitial lung disease اللي حكينا هي واحدة من restrictive lung disease، تمام؟ restrictive lung diseases مثال عليها هي عبارة عن interstitial lung disease أو fibrosis. وفي عندنا ثالث مثال هو عبارة عن tumors، أي lung tumor سواء كان benign tumor أو malignant tumor اللي هي عبارة عن cancers. هدول الثلاثة بعملوا لنا shortness of breath be prolonged duration. حتى أحكي لكم عن سيناريو بالنسبة للtumors أو بالنسبة للcancers specifically. مثلا بيجي عليكم patient على العيادة مثلا عمره 80 سنة، تمام؟ بحكي لكم والله أنا صار لي 4 أشهر تقريبا، 4 لـ 3 أشهر عندي ضيقة نفس. ضيقة النفس آخر أسبوعين حسيتها زادت شوي وصارت تضايقني، فعليا تضايقني، تمام؟ هلا تسأله كنت تدخن؟ بحكي لك آه أنا لحد الآن بدخن. تسأله هل في عندك بالعيلة حدا عنده سرطانات بالرئة؟ بحكي لك آه والله مثلا أبوي مات من سرطان بالرئة وهو عمره مثلا 70 سنة. فأنت هون أول شغلة لازم تستثنيها هي عبارة عن lung cancer، واحد كبير بالعمر عنده سيرة بالتدخين، سيرة يعني سيرة طويلة بالتدخين، وعنده family history of lung cancer. الكانسرز بالعادة run in family، يعني بتلاقي مثلا الأم عندها breast cancer وماتت، أو ماتت مثلا breast cancer، وبتلاقي البنت أو خلينا نحكي الحفيدة عندها breast cancer، تمام؟ ففي cancers خاصة certain cancers مثل breast cancer lung cancer هدول فعليا run in family، بتلاقي أكثر من جيل في عنده نفس الكانسر، colon cancer مثلا، تمام؟ أوكي ما علينا، المهم هذا السيناريو اللي بالعادة بيصير. هلأ بيجي بالصغير، ممكن يجي بالصغير، بس lung cancer بالعادة بيكون بالold age، بيكون بالmales أكثر من الfemales، لأنه آفة التدخين عند الmales أكثر من آفة التدخين عند الfemales. بس حتى تعرفوا هلأ أو تستوعبوا معي قديش التدخين إله علاقة باللونج كانسر، تمام؟ زمان لما كانوا بس لما كان تدخين بس حكر على الميلز، كانت نسبة اللونج كانسر بالميل بالنسبة للفيميل 8 to 1، تمام؟ ميل بالنسبة للفيميل، يعني الميل بنصاب نسبة إصابته 8 أضعاف الفيميل. حاليا النسبة عم تتقارب لدرجة إنه صار الميل to فيميل 2 to 3 to 1، يعني ضعف أو 3 أضعاف فقط. يعني ما زال more common in males، تمام؟ ولكن النسبة عم تتقارب لأنه صار التدخين مش بس بالرجال، بالنساء كمان، تمام؟ أوكي ما علينا، هاي بس عشان تعرفوا قديش فعليا التدخين له علاقة باللونج كانسر. طيب هيك احنا بنكون كملنا موضوع الانست وعرفنا حسب الانست احنا كيف نعطي differential diagnosis. اوكي تقريبا كل واحدة لها 3 differential diagnosis بالنسبة لأنواع الانست. هلا نسأله كيف الـ breathing تبعك at rest و overnight. هلا إذا كانت at night أو overnight وبالصح المريض من النوم wakes the patient، هنفكر بأول شيء بالأزمة، خاصة إذا كان المريض small صغير بالعمر، تمام؟ لكن إذا كان المريض كبير بالعمر عنده مشاكل بالقلب، هنفكر بالheart failure، يعني نتيجة paroxysmal nocturnal dyspnea اللي هي sudden awakeness من sleep نتيجة shortness of breath. Paroxysmal nocturnal dyspnea شرحناها وين بالCVS، تمام؟ فهي البيشنت اللي بيصحى shortness of breath at night وهو نايم، إما بيكون أزمة خاصة إذا كان صغير بالعمر وعنده family history of asthma، تمام؟ أو بتكون نتيجة heart failure ك paroxysmal nocturnal dyspnea بصحى من النوم ب attacks of shortness of breath، تمام؟ أوكي. هلا على عكس ذلك the chronic obstructive lung disease أو pulmonary disease اللي هي COPD اللي حكينا عنها فوق هون، اللي هي الجزء الثاني من the obstructive lung diseases، هاي بالعادة the patient بيكونوا comfortable at rest، يعني هم مرتاحين ما بيعملوا أي إجهاد، بيكونوا وضعهم تمام التمام، ما في shortness of breath، وحتى لما يناموا بيكونوا مرتاحين، ما بيصحيهم COPD من النوم. متى بتعبوا بالعادة؟ with exertion مع الactivity، تمام؟ هاي كمان واحدة من الفروقات between COPD and asthma. هلأ لو كان في عندنا أورثوبنيا عارفين بإيش نفكر، اللي هي عبارة عن الheart failure مبدئيا، تمام؟ أول خيار بالأورثوبنيا نفكر فيه هو عبارة عن الheart failure، خاصة إذا كان المريض كبير بالعمر أو معروف إنه عنده مشاكل بالقلب، أو ممكن يكون في عندهم severe
severe airflow obstruction يعني في عندهم تسكير خلينا نحكي بشكل كبير بالايرويز. هلا الايرويز الواحد لما ينام او يسطح على ظهره بصير فيها شوية تضيق، تمام؟ مع الابستراكشن الموجود بصير في عندنا shortness of breath upon او على ال lying down، تمام؟ يعني هو واقف يمكن يكون مسعف حاله يعني لو كان مثلا تسكير بالايرويز هالقد، تمام؟ هاي المساحة المضللة هي تسكير بالايرويز، وهاي ايش بتكون patent لساتها بتدخل وبتفوت هوا، تمام؟ هلا لما ينام المريض الايرويز زي ما حكينا رح يصغر الديامتر تبعها، رح يصير هيك، فرح يصير المنطقة اللي عم بمر فيها الاير اقل، فبيجي shortness of breath لما الواحد ينام flat اوكي او supine. أو ممكن يكون المشكلة هي عبارة عن diaphragmatic weakness. و diaphragmatic weakness هدول اللي بصير في عندهم كالآتي. هلا إحنا لما نيجي نرسم ال two compartments اللي هم عبارة عن chest والابدومن، الفاصل بينهم هو عبارة عن ال diaphragm. diaphragm اللي هو عبارة عن dome shape muscular structure بفصل ما بين الابدومن والchest. هلا لما يكون في عندنا weakness بنص الديافرام مثلا، طبعا الويكنس مش لازم يكون بكل الديافرام right and left، غالبا رح يكون يا right يا left، نادرا ما يكون بالاثنين لأن الويكنس بالاثنين رح يأثر significantly على النفس. فهي الحالة يعني ممكن البيشنت يحتاج assessment أو خلينا نحكي يحتاج إنه يكون على جهاز تنفس حتى يقدر يتنفس منيح، تمام؟ بس ويكنس مثلا بجزء من الديافرام مثلا هذا الجزء اللي هو المضلل باللون الأخضر، يعني إنه البيشنت لما ينام supine الابدومينال فيسرا والابدومينال اورجانز رح تضغط طبعا على الديافرام، هاد رح يصير هذا الديافرام يطلع لفوق ولفوق باتجاه التشست لانه فيه ويكنس مثل المطاط، مثل كيف انت مثلا لما تضغط على المطاط، المطاط بيكون مطاوع لإلك وبشد معك، تمام؟ نفس الشيء الديافرام لما يكون فيه ويكنس اعتبروه عباره عن مطاطه، تمام؟ او اعتبروه عباره عن مثلا بالون، فالبالون مجرد ما انت ضغطت عليه رح يضغط معك، ما في عنده اي مشكله، تمام؟ هاي المنطقه لانه ما بدنا نلونها باللون الأخضر. النص الثاني من الديافرام، تمام؟ النص الثاني من الديافرام is strong enough to prevent the organs تبعية الابدومينال كافيتي إنها تضغط كتير على ال chest، أوكي؟ ولكن هاي المنطقة رح تضلها الفيسرا تمشي باتجاه ال chest بحيث إنها تقلل من الفوليوم تبع ال lungs، عم تاخذ من الفوليوم تبع ال chest بالتالي الفوليوم تبع ال lungs. فأنت لما تيجي تأخذ نفس رح تعبي هاي اللونج، ولكن هاي اللونج لأنها collapsed أو compressed أو مضغوطة من الأبدومينال أورجنز ما رح تتعبى بالهواء منيح، وبالتالي بصير في عندنا shortness of breath. هذا هو تفسير إنه ليش الديافراماتيك weakness بصير في عندهم shortness of breath على lying down اللي هي بصير في عندهم orthopnea، تمام؟ بعض الأورثوبنيا إذا بناخذين في لها 3 differential diagnoses، تمام؟ أوكي. نيجي هلأ على نسأل السؤال الثاني اللي هو عبارة عن هل the breathing is normal some days؟ يعني بمعنى آخر هل shortness of breath is on off مثل ما حكينا بالأزمة ولا continuous مثل COPD؟ فالCOPD بالعادة بيكون constant daily، بالتالي بيكون في كل يوم عنده shortness of breath، ما بيروح وبيجي اللي هي variable مثل الأزمة، تمام؟ بعدين بتسألوا عن triggering factors، بتسألوا مباشرة إنه احكي لي الأشياء اللي فيها تزيد أو تحدث shortness of breath that would make you breathless. أشياء بتعملها وبصير معك قبل ما يصير عندك shortness of breath، لي triggers زي ما حكينا بالعادة ال triggers منشوفها بالأزمة. بعدين تسأله إنه قديش مأثر على حياتك اليومية، قديش أنت قادر إنك تمشي باليوم العادي مثلا، قديش المسافة اللي قادر إنك تمشيها حتى أنت يصير في عندك shortness of breath إذا كانت exertional shortness of breath، أو قديش مأثر على حياتك اليومية، فيك تروح على الحمام، فيك تتوضى، فيك تصلي بدون shortness of breath، فيك تروح على الدكان بدون shortness of breath وهكذا، تمام؟ اوكي، من هون احنا فينا نعرف الـ severity of shortness of breath، بقديش مأثر على حياة الـ patient، هون بنعرف الـ severity of shortness of breath. وإجوا هون العلماء أو الدكاترة عملوا لنا score حتى يريحونا، بنسميه الـ MRC score حتى نشوف الـ assessment للـ severity of shortness of breath، وبرضه قسموا grades، نفس مبدأ الـ grading system اللي شفناه قبل بالأنجينا، بالheart failure، وهلا الـ shortness of breath، اوكي؟ فgrade 1 not troubled by breathlessness except by strenuous exercise. بالإكسرسايزز العنيفة بصير في shortness of breath. عدا عن ذلك ما في shortness of breath. Grade 2 بيكون في عنده shortness of breath لما يعمل hurrying on. يعني لما يمشي أسرع شوي من المشي تبعه. يعني لما يهلول مثلا. هو متعود يمشي. لما يهلول بصير في عنده shortness of breath. أو لما يمشي على ارتفاع خفيف على طلوع خفيف. اللي هي walking up a slight hill. لما يطلع على طلوع خفيف برضو بصير في عنده shortness of breath. Grade 3 لما بنلاحظ انه هذا البيشنت اللي عنده grade 3
shortness of breath بيمشي ابطا من معظم الناس، تمام؟ فبتلاقي الناس عم تمشي بتمشي بتمشي بتقطع مسافات، ولكن هو ابطا منهم كلهم، بلس انه تقريبا بوقف وبصير في عنده severe shortness of breath على 15 minutes من المشي، تمام؟ طبعا بصير في عنده بيكون slower على on the level، يعني لما تكون الارض مستويه بيكون ابطا من باقي الناس، تمام؟ بصير في عنده shortness of breath على طلوع لما يكون grade 2، grade 3 بيكون ابطا من كل الناس او من معظم الناس لما يمشي على level، on level يعني على ارض مستويه ما فيها طلوع او نزول، تمام؟ grade 4 تمام، grade 4 رح يكون في عنده shortness of breath على few minutes، لسه اقل من 15 minutes. اما grade 5 فبيكون too breathless to leave the house، يعني shortness of breath تبعته بتيجي بس لما يعدي عتبة البيت، لما يطلع من البيت بصير في shortness of breath، اللي هي لما يمشي خطوات معدودة، تمام؟ بمعنى اخر هاد يعني رح يكون في shortness of breath حتى يروح لما يروح على الحمام، لما يعمل هون زي ما هم كاتبين undressing، لما يخلع ملابسه بصير في shortness of breath، يعني اي activity شو ما كانت بسيطة رح تعمل shortness of breath، وهي هي the most severe shortness of breath or breathlessness، اوكي؟ اللي هي grade 5. طيب هلا هدول بايش بيفوتون الجريدز؟ هدول احنا هاي الاسئله بنسالها للبيشنت، بنحكي له انت بعد ايش بصير فينا shortness of breath؟ بعد ما تروح تطلع من البيت بصير فينا shortness of breath، بعد ما تروح على المسجد اللي بيبعد عنك تقريبا 20 دقيقه، بعد ما تروح على دار جيرانك اللي بيبعدوا عنك 5 دقائق، بفرق معنا بالسيفيريتي، تمام؟ فاحنا هون بنعمل جريدنج، اوكي؟ مثلا بتلاحظ حالك ابطا من باقي الناس اللي بيكونوا ماشيين حواليك، او لما تمشي مثلا على طلوع بسيط بصير فينا shortness of breath اول ما بلش انت تطلع على هذا الطلوع، يعني احنا هيك نعمل assessment للسيفيريتي. بضل عندنا هون سؤال واحد، نشوف علاقة الاكسرسايز بالشورتنس اوف بريث. هل الشورتنس اوف بريث بتيجي بعد الاكسرسايز؟ بتكون you're doing well during الاكسرسايز؟ has signifies الازمة. الازمة بالعادة بتيجي بعد الاكسرسايز، الشورتنس اوف بريث تبعها بيجي لما البيشنت يوقف اكسرسايز. ليش؟ هلا during the exercise انا بعمل activation of sympathetic activity او sympathetic nervous system. sympathetic nervous system حتوسع ال airways، تعمل لها توسع او تزيد ال diameter تبعها، تمام؟ فما حيكون عند البيشنت اي مشكله. وقت ما يوقف exercise رح يصير في عندنا تراجع بالعمل ال sympathetic، ببلش ال parasympathetic هو اللي يشتغل، تمام؟ فهذا التوسع رح ينلغى، رح يصير في عندنا تضيق، يرجع مرة ثانية للحالة الطبيعية تبعيته لل airways اللي هي الدايامتر الأصلي، فبالتالي ببلش عندهم shortness of breath. يعني وكأنه رح يحكي لك البيشنت إنه أنا برتاح لما أمشي، أو برتاح لما مثلا أتحرك، تمام؟ لكن وقت ما أوقف الحركة shortness of breath بترجع مرة ثانية. في عندنا هون تجميعة خفيفة لبعض المعلومات حتى تساعدنا بالتشخيص لقدام. هلأ sudden shortness of breath حنفكر بثلاث أشياء اللي هم زي ما حكينا pulmonary embolism، في عندنا pneumothorax أو acute allergy. لو كانت مع shortness of breath اللي هي sudden pleuritic chest pain فرح نفكر pneumothorax pulmonary embolism، واحدة من هدول التنتين رح نشيل احتمالية الallergy، تمام؟ هدول التنتين pneumothorax and pulmonary embolism بيعملونا pleuritic chest pain. طيب لو كانت الانست hours to days plus fever cough sputum، أول شيء رح نفكر فيه infection باللونج سواء كانت pneumonia أو bronchitis، تمام؟ sputum خاصة لما تكون sputum لإلها لون مثلا أصفر أو أخضر، هذا يعني إنه في عندنا infection، تمام؟ cough and fever، fever signifies برضو إنه في عندنا infection أو inflammation، فرح نفكر مباشرة من pneumonia أو bronchitis. بس لو كان onset hours to days وكان في عندنا tightness وwheeze فرح نفكر بأزمة. شوفوا أي shortness of breath، تمام؟ بلس يكون في عندنا ويز وهي shortness of breath on and off، لازم نفكر بالأزمة، اوكي؟ بلس انه يكون في عندنا family history of asthma ويكون في عندنا known triggers. طيب لو كان subacute or chronic اللي هي ال insidious onset، ال chronic وال insidious onset نفس الشيء، تمام؟ subacute هي شغلة ما بين ال acute وال chronic، يعني ال acute بتكون sudden onset تقريبا، chronic بتكون over days to weeks to months، أما ما بينها فبتكون subacute، أوكي؟ لا هي acute ولا هي chronic. لو كان في معها weight loss in cough لازم نفكر بالmalignancy أولا، بعدين نفكر بشغلة اسمها tuberculosis أو TB، تمام؟ بالعادة tuberculosis أو مرض السل بميمك أو بشبه أعراضه بشبه الmalignancy، تمام؟ بتكون chronic in onset، بيكون في عندنا weight loss، وحكينا احنا المالجنسي بيكون في عندهم weight loss
and loss of appetite وبيكون في عندهم الاثنين كاف chronic cough. اوكي طيب هلا لو كانت exertional يعني لو كان chronic onset of shortness of breath كان exertional يعني مع الاكسرشن او مع الاكتيفيتي فحنفكر ب COPD وحنفكر ب interstitial lung disease. واحدة من اهم الكاركترستيك للinterstitial lung disease lung fibrosis على سبيل المثال هو ان shortness of breath بتكون chronic exertional with exertion at rest بيكون وضعه تمام التمام plus انه بيكون في عندهم dry cough. تمام dry cough يعني cough without sputum. هلا بنحكي عن cough ان شاء الله اللي هي ثاني اهم symptom بالار اس بالمحاضره الجايه على الاغلب هلا بحكي لكم ليش. المهم انه بيكون في عندهم dry cough اللي هي cough without sputum. بالنسبه للسي او بي دي بيكون في عندهم long history of smoking. تمام زي ما حكينا طرحنا مثال انه في واحد صار له بدخن فتره طويله في عنده constant shortness of breath ولما يصحى من النوم الصبح هدول بالعادة لما يصحوا من النوم الصبح اللي بيكون smoker chronic smokers وبيكون في عندهم نوع من أنواع COPD اللي هي chronic obstructive pulmonary disease لما يصحوا الصبح بيصير في عندهم كحة مع بلغم بتكون كحتهم wet أو مع بلغم تمام والبلغم بتكون كميته منيحة يعني تمام أوكي أما لو كانت chronic وكانت at night أو at rest فبنفكر بالcongestive heart failure خاصة لو كانت at night اللي هي بروكسيزمال كلير ديسنيا وكان في عنده كمان أرثوبنيا وكان شوي كبير بالعمر فرح نفكر بالكونجستيف هارت فيلير. أما لو كانت كرونيك وكان في عندنا بتيجي at rest at night فرح نفكر بشغلتين اللي هي عبارة عن هارت فيلير and asthma. تمام asthma إذا كان في عندنا خصوصا ويز and الكونجستيف هارت فيلير خاصة إذا كان في عندنا البروكسيزمال كلير ديسنيا and أرثوبنيا. تمام كراكلز رح نحكي عنها ان شاء الله لقدام اللي هي بمرحله الاوسكلتيشن بالنسبه للاكزامينيشن. تمام اوكي هاي بالنسبه للشورتنس اوف بريث او البريثلسنس اوكي مع الجريدنج. طبعا هاي الجداول اللي هي الجريدنج بالنسبه للثلاث اشياء اللي حكينا عنهم جدا مهمين. طيب اوكي حكينا عن نيموثوراكس. هلا هذا الفيديو حيكون شامل لاول شيء احنا شرحناه اللي هو عباره عن بريثلسنس ورح نشرح فيه هلا ان شاء الله الويز وسترايدر والفرق بينهم. حكينا بالانترودكشن كتير مهم الفرق ما بين سترايدر اند ويز في فروقات ما بينهم هلا ان شاء الله نذكرهم. باقي الاشياء اللي هي ثاني اهم سمتم اللي هو الكاف مع سبيوتم اند هيموبتسيس رح نشرحها ان شاء الله بالفيديو الثاني. حيكون في فيديو ثالث حيكون جدا قصير لباقي chief complaints أو لباقي symptoms مع اللي هي ما تبقى من history من social history من family history من past medical history وما إلى ذلك. تمام أوكي هلا نيجي على بس كم نقطة هون بدي أوضحهم مفروض أنا وضحتهم بالCVS ولكن مش مشكلة it's not too late لأنه لساتنا إحنا عم نحكي عن chest يعني لما نيجي على examination إن شاء الله بجزئية RS examination راح برضو نحتاج هاي المعلومات اللي حأحكيها هلا. هلا احنا بالسي في اس لما اجينا نعمل localization للابيكس سبيت احتاجنا نحدد اللاينز vertical lines بنشوف اي intercostal space. تمام حكينا في اشي اسمه midclavicular line نيجي نقسم الكلافيكل into two halves ومن هاي النقطة بننزل vertical line فهي هي عبارة عن midclavicular line. تمام بعدين في عندنا حكينا عن anterior axillary line. تمام لما نيجي احنا على lateral chest اول line حيكون أقرب للنبل بالنسبة للأكزيلا هو عبارة عن anterior axillary line سواء كان هون بهاي الاسمة أو هون بهاي الاسمة. بعدين في عندنا mid axillary line. تمام mid axillary line بعدين في عندنا line اللي بآخر الأكزيلا من وراه باتجاه الباك يعني حيكون posterior axillary line. تمام في line بالوسط نسميه mid sternal line بقسم السternum into two halves أو بقسم حتى chest into right and left. أوكي طبعا هاي left aspect وهاي right هذا البيشنت مقابل لي فأنا رح أعكس الاتجاه تبعيتي معه. تمام أوكي أما بالنسبة للباك ففي عندنا scapular line اللي هو line اللي بمر بي medial aspect of the scapula وفي عندنا vertebral line اللي هو اللي بقسم الباك into right and left. تمام vertebral line لأنه بتكون مقابلة للvertebrae أو الفقرات ففي عندنا بالنص هون اللي هو mid sternal line في عندنا بالنص من الباك اللي هو عبارة عن sorry vertebral line. أوكي طيب نيجي هلأ على النص الثاني من المحاضرة اللي هي عبارة عن strider and wheeze. قبل ما تبرسيد بالمعلومات المكتوبة التنتين هم عبارة عن added sounds. هلأ احنا breathing sounds normal breathing sounds ان شاء الله نحشحهم بجزئية examination. تمام
كيف بالكارديوفاسكولار سيستم حكينا عن النورمال ساوندز اللي هم الاس 1 اس 2، حكينا عن الادد ساوندز بدل الميرمرز، هون برضه في عندنا نورمال ساوندز اند ادد ساوندز. النورمال ساوندز حكينا رح نشرحهم لقدام ان شاء الله، وجزء من الادد ساوندز رح نحكيهم هلا. ليش؟ لانهم لهم علاقه بالتشيف كومبلينتس، يعني مريض ممكن يجي عليك او بالعاده اللي بصير هو انه طفل، بالعاده هاي بصير بالاطفال، بيجي بتيجي ام مع ابنها مثلا اللي عمره سنه تحكي للدكتور والله انا صدر ابني بصفل، هيك بيحكوها المرضى انه صدر ابني بصفل او صدر بنتي بصفل، او مثلا حاس انه في صوت عالي مع النفس بيجي، تمام؟ سواء كان مع الانسبيريشن او الاكسبيريشن، انا بسمع صوت عالي لنفس ابني او بنتي، تمام؟ بالعاده بيكونوا بالاطفال. هلا الويز حكينا وين نسمعها، مينلي diffuse wheeze بتكون يعني bilateral wheeze لأنه both lungs are involved، نسمعها بالأزمة، تمام؟ هلا الويز بالعادة إحنا بحاجة نحط السماعة عشان نسمعها، نادرا ما يجي ويز الأم سمعته، لهيك معظم الأشياء لما يحكي إنه لما تيجي الأم تحكي إنه أنا بسمع صوت عالي لنفس ابني أو نفس بنتي بيكون قصدها strider. strider معظمها نسمعها بدون سماعة، بتكون عالية enough أو loud enough إنه نسمعها بدون سماعة، تمام؟ بالعادة مش بحاجة للسماعة عشان نسمع strider، ولكن لويز بالعادة بحاجة للسماعة عشان نسمعها. يعني حالات نادرة اللي بتيجي الأم بتحكي إنه أنا سامع صوت صفير لنفس ابني، من كلامي حتى ما تخربطوا. لويز بالعادة بتكون شغلة إحنا بنكتشفها كأطباء لأنه الأم ما بتكون سامعتها أو المريض نفسه ما بيكون سامعها، نادرا ما يسمعها. أما strider فبتكون chief complaint أو symptom بالعادة لأنه تنسبع من المريض أو تنسبع من أهل المريض. اوكي طيب نبلش بالاهم، وهو عبارة عن الويز. الويز هو عبارة عن high pitched musical او whistling، لهيك احنا دائما بوصفوها بتصفير زي التصفير او زي الصفير، produced by turbulent airflow through small airways، تمام؟ وهي فرق تاني، الويز بالعادة بتنشأ من narrowing بال small airways، تمام؟ strider بالعادة بتنشأ من narrowing او obstruction بال upper airways اللي هي main airways، الايرويز الكبيرة. احنا كيف بتبلش عندنا البرونكيال تري؟ بتبلش من اللارينكس، بعدين تريكيا، بعدين برونكاي، رايت برونكس، ليفت برونكس، بعدين بصير في عنا تفرع لحد ما نوصل احنا لأصغر ايرويز اللي بتكون مربوطة بالالفلاي، تمام؟ هلا الايرويز الكبيرة لحد المين برونكاي يعني لارينكس، تريكيا، مين برونكاي، إذا صار فيهم تسكيل فالحين شو عندي؟ سترايدر. والتسكيل بالعادة بيكون partial، طبعاً ما حيكون complete. يعني انتو لو مثلاً تخيلتوا انه كل تريكيا is blocked ما في اي هواء بفوت، فبنشأ عندنا اشي اسمه silent chest، ما في هواء من مرة بفوت، ما في تصفير حتى، ما في بنسميها silent chest. لما تحط السماعة على chest ما تسمع حتى normal breathing sound، لكن بالتصفير بالstrider لما سفنا obstruction بالmajor airway سواء كانت larynx تريكيا أو الميجر برونكاي بصير في عندنا partial obstruction، بحيث أنه يكون في عندنا تضيق فقط وليس complete obstruction بالنسبة للإيرويز، هذا بنشأ عنه strider. ولكن لما أجي أنا على small airways بصير فيها تضيق أو تسكيل partial، هون بصير في عندنا الويز small airways large airways. أوكي طيب هلا البلوك هذا ممكن يكون بسبب برونكوس سبازم. برونكوس سبازم هو كالآتي، هلا الايرويز فيها سموث مسل، تمام؟ طبقة بسيطة من السموث مسل، لما يصير فيها سموث مسل كونتراكشن بصير فيها تضيق بالايرويز، تمام؟ وهذا أصلا اللي بصير بالأزمة، الأزمة شو اللي بصير عندهم؟ بيجي مثلا الطفل قاعد بالغرفة وأبوه صار يرش عطل على حاله، تمام؟ رش كتير عطل وصار العطل بكل الغرفة، إجا هذا الطفل اللي عنده هايبر سنسيتيفيتي أو ألرجي للعطل هاد، تنفس هذا العطل وفات على السمول ايرويز. Small arrays as a reaction رح يصير في عندنا contraction and smooth muscles، فبالتالي بصير في عندنا تضيق بالايرويز، فبالتالي ايش بنتج؟ الويز. لهيك الازمة is associated with wheeze. اوكي طيب هلا واحد من الاسباب للنارورينج هو عبارة عن secretions، يعني لهيك بحالات النيمونيا ممكن نسمع ويز. بالنيمونيا التهاب الصدر أو البرونكايتس التهاب القصبات الهوائية بصير في عندنا increase بالsecretion تبع الميوكس. هلأ هاي الأيريز كلها is lined by mucus، لما يزيد السecretion تبع الميوكس عن اللزوم رح يصير في عندنا إنه هاي الطبقات تبعت الميوكس رح تزيد، فبالتالي ما رح يصفي في عندنا الكاليبر أو الديامتر تبع الأيري رح تقل، فبالتالي رح يصير في عندنا
الويز هاد، تمام؟ اوكي، لهيك ممكن نسمع هاد الويز بالبرونكايتس او نيمونيا، بصير في عندهم increase بالsecretion of the mucus او secretions بشكل عام. واخر سببين محتملات انه ممكن يكون عبارة عن malignancy عم بيكبر من البرونكيال وول مثلا، تمام؟ malignancy عم تكبر من البرونكيال وول، نسميها برونكيال malignancy او برونكيال كانسر، برونكيوجينيك كارسينوما مثلا، في لها كثير اسماء. المهم انه من البرونكيال وول وعم تنمو باتجاه اليومن تبع البرونكس، فبالتالي رح يصير في عندنا narrowing فبنتج عندنا stridor، تمام؟ او ممكن يكون بال small airways بحيث يعطينا ويز، لكن الويز بهاي الحاله حيكون localized مش مثل الازمه. الازمه حيكون زي ما حكينا bilateral لانه both lungs are involved، لكن لما يكون في عندنا tumor بمكان معين والnarrowing حصل بهذا المكان فرح يكون الويز بمقابل هذا المكان، ما رح يكون بالجهه الثانيه ولا رح يكون فوقيه ولا رح يكون حوله، تمام؟ رح يكون عنده بالضبط، رح يكون localized ويز. او ممكن يكون طفل صغير بلع شيء معين وهذا الشيء المعين فات بالايرويز ووقف مثلا هون، تمام؟ برضو رح يعمل عندنا strider، او اذا وقف بايرويز صغيره ممكن يعمل عندنا ويز. فرق ثالث ما بين strider and ويز انه الويز بالعادي بيكون expiratory بالاكسبيريشن. احنا في عندنا inspiration اللي هي in، expiration اللي هي out، اوكي؟ فبالعاده الويز بيكون expiratory، تمام؟ It can be inspiratory بس بالعادة بيكون expiratory، تمام؟ أما strider it is inspiratory, expiratory or both، تمام؟ بالعادة بيحكوا هو initially inspiratory بس بالعادة strider حسب وين مكان تسكيره، وهلأ منشوف لما نجي جزئية strider، تمام؟ ولكن الأهم من هاي، الأهم شيء بهاي المعلومتين هو إنه الويز is primarily أو mainly expiratory phase expiratory sound، أوكي؟ طيب، لكن الستريدر ممكن يكون inspiratory, expiratory أو both، ممكن يكون inspiratory and expiratory. طيب، وين بالعادة بنسمع الويز؟ نسمعها بالأزمة بالCOPD، تمام؟ نسمعها كمان بالrespiratory tract infection سواء كان pneumonia أو bronchitis. نسمعها كمان في حالة بنسميها bronchiectasis. Bronchiectasis هي حالة، هي مش disease، يعني هي ما بنصير نشخص احنا البيشنت برونكياكتسس. برونكياكتسس هي نتيجة لديزيزز معينة، تمام؟ هذا بدي اياكم تفهموه هلا، ما رح افصلكم بالموضوع بس رح اشرح لكم هلا ايش هي البرونكياكتسس. ولكن افهموا انه انا ما بقدر اشخص، يعني هلا بقدر اشخص المريض ازمة، الازمة از ا ديزيز، بقدر اشخص المريض سي او بي دي نوع من انواع في له انواع، بقدر اشخص المريض دي ام هايبرتنشن، تمام؟ ام اي، بس ما بقدر اشخص المريض برونكياكتسس اي، لانه هي بالعاده بتكون نتيجه امراض معينه، فانا بدي ادور على السبب، اوكي؟ طيب، برونكياكتسس هي عباره عن widening of the airways، بدل ما تكون الايرواي الكاليبر تبعها هالقد هيك، تمام؟ بصير في عندنا widening للايرويز، والايرويز هاي بالعاده بتكون fibrotic، يعني الوول تبعها is fibrotic، ما فيها smooth muscles، اوكي؟ فبضلها wide وبضلها fixed. هلا الوايدنينج هذا ممكن تفكروا انه يكون منيح لانه بهاي الحاله انا باخذ نفس افضل، ولكن بالحقيقه الوايدنينج هذا رح يسمح للسكريشنز تو بيلد اب ايزلي، تمام؟ السكريشنز رح يكون لها مجال انها تكون ثيكر ذان النورمال. بهاي الحاله لما يكون في عندنا ميوكس كثير بالايرويز هذا رح يخلي المايكرو اورجانزم سواء بكتيريا او ما شابه تلزق بهذا الميوكس بتكيف هناك تتكاثر، فبالتالي هدول بضلوا عرضة للإنفكشنز لأنه في كمية ميوكس عالية، فبالتالي في عندنا خلينا نحكي environment مناسب لتكاثر البكتيريا أو الباثوجنز، أوكي؟ هدول بصير في عندهم recurrent chest infections. هلا البرونكياكتسس هي واحدة من أسباب الويز، لأنه بالعادة لما يصير في عندنا، طبعا مش بس برونكياكتسس، هي exacerbation of برونكياكتسس، يعني برونكياكتسس لما يصير في over it infection سواء نيمونيا أو بالعادة بصير هي برونكايتس مش نيمونيا، لأنه المشكلة داخل الإيرويز، فبصير عندهم برونكايتس recurrent برونكايتس. فلما يكون في برونكياكتسس وover it يكون في برونكايتس رح يصير في عندنا ويز، تمام؟ يعني إحنا already ذكرنا بالنسبة للrespiratory tract infection هي عبارة عن برونكايتس as a cause، وإذا كان في عندنا كمان برونكياكتسس لما يصير في عليها كمان برونكايتس برضه بتعمل لنا الويز، أوكي؟ طيب، هلا sometimes it could be localized خاصة زي ما حكينا إذا كان في عندنا foreign body أو tumor، بيكون في عندنا منطقة معينة بال small airways هي اللي block partially blocked، أوكي؟ طيب، إيش الأسئلة اللي رح نسألها للويز أو للpatient اللي جاي عندنا بحكي إنه عنده ويز؟ هي نفس الأسئلة تقريبا سألناها بالshortness of breath، يعني هل worsened during the exercise؟ و
ولا after the exercise. إذا after exercise فهي نفس shortness of breath after exercise فمنحكي عن أزمة، ولكن COPD تمام رح يصير في during the exercise. الويز رح يجي during the exercise تمام and limits it يعني shortness of breath and الويز اثنين بيكونوا exertional during the exercise. After the exercise بتكون أزمة. طيب awake from sleep أو during night asthma نفس shortness of breath. إذا كان في عندنا fever allergies الفيفر signifies إن في عندنا infection تمام سواء كان bronchitis أو نيمونيا. إذا كان في عندنا allergies هاي بتمشي أكثر مع الأزمة. الأتوبي لما أحكي إنه في patient عنده أتوبي إذا في عنده allergies في عنده حساسية حساسية مثلا من موسم الزيتون مثلا أو اللي هي موسم الربيع لما يكون في عندنا الزهور عم بتطلع هيك اللقاح تبعها بالجو فبالتالي بصير في عندهم هدول allergies وقت الربيع تمام. فهدول اللي عندهم أتوبي بالعادة في عندهم allergies للأكل أكل معين أو بمواسم معينة بنسميهم atopic patient أو patients عندهم أتوبي وهي بتتفق بالعادة مع الأزمة تمام. لهيك احنا حكينا انه لازم نسأل اذا مش بس اذا في family history of asthma نسأل كمان اذا عند هذا البيشنت في عندنا allergies او منسميها الاتوبي تمام؟ اوكي family history of wheeze asthma is common برضو in asthma حكينا انه في عندنا strong family history بالعادة بالازمه بتلاقي الام عندها asthma او الاب عنده asthma او الاخوال او حتى الاخوان siblings اوكي؟ طيب الحلو بالازمه انه نادر ما يكبر مع البيشنت يعني بالعادة لما يكون في asthma عند البيشنت هو صغير لما يكبر بيتحسن الازمه يعني هذا لما تلاقي patient عنده وهو صغير أزمة وضلت الأزمة عنده نفس السيفيريتي لما كبر تمام؟ Is it worse؟ هل بتصير أسوأ على الwoking in the morning لما يمشي الصبح أو relieved بتخف مع clearing sputum يعني لما يكح 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 يطلع السبيوتم أو البلغم بيرتاح نفسه ببطل فيه ويز هاي is typical to the COPD تمام؟ COPD بتعبوا مع الexertion خاصة لما يكون on early morning و مع الـ clearing of sputum لما يطلع sputum أو البلغم من الصدر برضو بيرتاحوا تمام؟ Do you smoke? Smoking is very significant. ليش؟ لأنه suggestive of COPD و COPD إحدى أسباب الويز. كمان الأزمة. هلا الأزمة إحنا لما يكون في طفل بالعيلة عنده أزمة منفضل إنه ما حدا يدخن حواليه أو ما حدا يرش حوض حواليه أو ما يطلع على الجو البارد فجأة أو ما يبرد حتى أو مثلا ما يشم الأشياء اللي بتحسس منها أو ما يأكل الأشياء اللي بتحسس منها لأنه هاي الأشياء كلها exacerbate الأزمة attack. أوكي؟ طيب حتى هو نفسه ممنوع يدخن تمام؟ يعني كيف إنه ممنوع حتى يشم الدخان تبع مثلا أبوه أو أمه إذا كانوا بدخنوا هو كمان ممنوع منعاً باطن إنه يدخن. طيب إذا كان في عندنا sputum تمام؟ sputum خاصة إذا كان green sputum أو yellow sputum بنفصل إن شاء الله في sputum والكف والهيماتيسيس بالمحاضرة الجاي أو الفيديو الجاي هذا signifies إنه في عندنا infection تمام؟ سواء كان bronchiectasis بعدين صار في عليه infection أو infection من الأساس بدون bronchiectasis والتنتين من إحدى أسباب الويز. أوكي؟ طيب بالنسبة للسترايدر تقريبا حكينا معظم الأشياء اللي فيه ولكن سترايدر is harsh الصوت بيكون harsh بيكون خشن نوعا ما وبنتج بالعادة لما يكون في عندنا narrowing تمام؟ سواء كان compression أو tumor أو foreign body والcompression بالعادة بتكون لل major bronchi أو التراكيا تمام؟ أو حتى اللارينكس اللارينكس التراكيا والmajor bronchi تمام؟ اللي هي large airways. طيب حكينا ممكن تكون inspiratory expiratory أو both. هلا متى بتكون inspiratory متى بتكون expiratory ومتى بتكون both؟ بتكون inspiratory لما يكون في عندنا trachea هي اللي فيها narrowing ولكن مش trachea بس ال extrathoracic trachea. هلا احنا لما نيجي هون في عندنا neck بعدين في عندنا chest اوكي هلا trachea بتبلش من neck وفيها جزء بالchest تمام ففي عندنا extrathoracic intrathoracic trachea داخل الشست تحتمل bifurcation into the major bronchi من bronchi right bronchus and left bronchus المهم لما يصير في عندنا narrowing أو obstruction partially للextrathoracic اللي هي للنك اللي هي البورشن الموجود بالنك هو اللي حيصير في عندنا الinspiratory strider تمام؟ أما إذا كانت بالبارت اللي هي of large airways بتكون داخل الثراكس اللي هي intrathoracic major airways سواء كان ما تبقى من التراكيا and the major bronchi فحتكون expiratory تمام؟
لو اجت المنطقة ما بين وبين اللي هي على المستوى تبع thoracic inlet وthoracic inlet اللي هي عبارة عن بداية الثوراكس من فوق اللي هي المنطقة اللي تفصل ما بين النك والثوراكس، اوكي؟ أعلى منطقة بالثوراكس من فوق هي عبارة عن الانلت. إذا إجت بالمنطقة ما بين الإكسترا ثوراسيك والإنترا ثوراسيك فإحنا هون رح يصير في عندنا بايفيزيك inspiratory and expiratory، تمام؟ both phases أو بنسميها بايفيزيك strider، تمام؟ أنتوا كيف تحفظوها؟ X معها N والN معها X، أوكي؟ وما بينهم بتكون إيش؟ both. طيب اللي بخوفنا أكثر بالعادة strider ولا الويز هو strider، لأن strider بالعادة obstruction partially للarge airways، تمام؟ الairways أنا بعتمد عليها حتى توزع الهواء لكل lungs both lungs، فأنا بهمني إني أشتغل strider قبل الويز. لو كان عندي مريضين واحد عنده ويز واحد عنده strider على حبلش بمريض strider قبل الويز، تمام؟ إنه لازم نعمل rapid investigation أي patient بيجي بstrider، تمام؟ هلا زي ما حكينا انه بالعاده strider is حتى هي almost always is audible by naked ears، بمعنى اخر بدون ما نستخدم السماعات، تمام؟ unlike الويز بالعاده الويز بحاجه للسماعات عشان نسمعها. هاي بالنسبه للstrider والويز. وقبل ما انهي المحاضره خليني افرجيكم كيف بتكون البرانكياكتسس وكمان اسمعكم صوت الويز وصوت الstrider، تمام؟ يلا هاي هون بالنسبه للبرانكياكتسس، هاي عباره عن healthy airway، تمام؟ شوفوا كيف لونها pink small in caliber نوعا ما أو average in caliber. لكن لما نيجي على البرانكياكتسس، تمام؟ رح نلاحظ إنه صار في عنا widening of the airway، توسعت الـ airway. الـ wall تبعها مش pink، يعني ما فيها كمية smooth muscle بحيث تكون reactive، تمام؟ تتوسع وتتضيق، لا خلاص fixed and widened. بالتالي رح يصير في عندنا building up للميوكس، وهذا الميوكس هو اللي رح يعمل لنا مشاكل لأنه رح يصير في عندنا ميديا مناسبة للجروث تبع البكتيريا والباثوجينز، بالتالي هدول بصير في عندهم recurrent bronchitis، تمام؟ أوكي. هلأ قبل ما أسمعكم strider and wheeze اسمعوا normal heart lung مش heart normal lung sounds، أوكي؟ اللي هي inspiration والexpiration. inspiration expiration inspiration expiration بالنسبة للنورمال بريث ساوند، اوكي؟ نورمال لونج ساوند او نورمال بريدنج ساوند. بالعادة بنسميها فيزيكولار ساوند. هاي التسميات رح نخليها ان شاء الله لقدام بالاكزامينيشن، تمام؟ هي جزء من الاكزامينيشن باي ذا واي، بس حبيت اعرفكم شو يعني لويز شو يعني سترايدر، تمام؟ اوكي. نيجي هلا نسمع لويز. هلا هذا لويز، وانتبهوا كيف لويز بيكون mainly expiratory ساوند، تمام؟ inspiration expiration هون بلش الويز هون انتهى، اوكي؟ هذا هو التصوير تبع الويز. اسمعكم هلا strider. هاي strider، تمام؟ ورح تسمعوا انها بايفازيك بالانسبيريشن بالاكسبيريشن. بالعاده حتى بنسمعها زي ما حكينا بدون سماعه. inspiration expiration inspiration expiration لاحظوا كيف نفسه هون سريع البيشنت. وهاي هي اول محاضره بالار اس، ان شاء الله تكون نوعا ما اسهل من السي في اس. اي شيء صراحه على السي في اس حيكون اسهل بالنسبه للجي اي بالار اس، فان شاء الله رح نمشي فيه بسلاسه وسهوله اكثر. اي سؤال عندكم اسالوني، انا جاهزه باي وقت. ويعطيكم العافية، إن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة الجاية بمواضيع الكف، هيموبتيسيس، and sputum.